واحد اسمه محمد يوسف شغال مهندس بترول في امريكا، مات هو ومراته وابنه في زلزال سنة 2011، وكان سايب في حسابه في البنك 6 مليون دولار. ده اللي قالته واحدة اسمها فريد لضحية النهاردة، بعد طبعا ما قالت له ان هي مبسوطة ان هي تعرفت على حد من مصر، وقالت له ان هي شغالة في بنك في امريكا وعندها 46 سنة وجوزها متوفى، وكانت بتحلم ان يبقى عندها صديق من مصر. وبعد كده قالت له ان عندها سر عايزة تقوله عليه وما ينفعش ان اي حد غيره يعرفه. طبعا هو قال لها سرك كبير، ده انت جيت للشخص المناسب. قالت له انها دعت ربنا عشان تلاقي واحد زيه، وقالت له عن قصة محمد يوسف مهندس البترول اللي عنده 6 مليون دولار في البنك، وقالت له ان لو ما حدش من قرايبه ظهر في خلال اسبوعين البنك هيصدر الفلوس بتاعته، وقالت له ان هو لو اتعاون معاه هتقدم له كل المعلومات اللي هيحتاجها عشان يقدر ان هو يتواصل مع مدير البنك ويستلم الفلوس، خصوصا ان هو مصري زي محمد يوسف. وقالت له ان هما بعد ما ينجحوا في الموضوع ده هيقسموا الفلوس ما بينهم، هي هتاخد 3 مليون دولار وهو ياخد 3 مليون دولار. طبعا هو قال لها انا جاهز. قالت له اوعى تقلق من اي حاجه عشان انا همسح البيانات من البنك بعد ما انت تستلم الفلوس، وكمان هتقدر توفر له كل البيانات اللي يحتاجها عشان يقدر يرد على اسئله مدير البنك. قالت له اول حاجه لازم ان انت تبعت للبنك على الميل او على الواتساب، وهي هتبعت له صيغه الجواب اللي هو يبعتها للبنك، واللي كانت صيغته بتقول ان هو من اقارب محمد يوسف وان اهله فوضوه عشان يستلم الورث مكانه، وان هو مستعد يجاوب للبنك على اي سؤال عشان يثبت ان هو قريب محمد يوسف، وكمان ان هو معاه صور ايصال الايداع بتاعه الفلوس، وكمان رقم اخر حركه تمت على حسابه. وبعتت له صوره ايصال الايداع وقالت له يبعت الرساله مع صوره الايصال للبنك، ولما يبقى يجي رد من البنك يبقى يبلغ. طبعا صاحبنا راح بعت الرساله للبنك على الواتساب وحط صوره الايصال، وبعديها بشويه البنك رد عليه وقالوا له انت فين يا راجل، ده احنا بقالنا سنين مستنين حد يجي يسال على الفلوس دي، بس احنا محتاجين نسالك كام سؤال عشان نثبت فعلا ان انت قريبه، وكمان هنحتاج منك ان انت تبعت لنا صوره شهاده الوفاه بتاعته، ولازم تجهز لنا الحاجات دي في خلال يومين عشان لو ما ردتش علينا في خلال يومين البنك هيصدر الفلوس. والاسئله كانت ايه الرقم التعريفي بتاع محمد وايه الباسورد بتاع محمد وشويه اسئله تانيه. رجع صاحبنا بعت لها تاني الرساله اللي جات له من البنك، وقال لها ان هو بيحبها وان هو حاسس ان هو بيحلم، بس هو خايف ان البنك يطلب منه ان هو لازم يجي امريكا عشان يستلم الفلوس. طبعا هي طمنته فراح بعت لها الرساله اللي رد البنك عليه بيها، فطبعا هي جهزت له الرساله فيها البيانات اللي البنك طلبها، وكمان بعتت له الصوره بتاعت شهاده الوفاه. فراح قال لها ان الصوره بتاعت شهاده الوفاه دي متبهدله وان هو خايف، وسالها هي فعلا صوره شهاده الوفاه دي معاكي؟ قالت له ان الشهاده دي قديمه من سنين فاتبهدلت، فحب ان هو يعمل ناصح وطلب منها ان هي تصور له جنب شهاده الوفاه، فقالت له ان شهاده الوفاه في خزنه مدير البنك وان هي قدرت تصورها فمش هينفع تصورها تاني، وبدات تقفش عليه وقالت له لو مش مستعد تكمل ممكن تمشي وانا هجيب حد تاني مكانك يكمل الدور. فقال لها لا انا معاكي للاخر يا باشا. يا اخي ده انا بحكي القصه والله اقتنعت بيها. المهم راح بعت البيانات دي للبنك، والبنك رد عليه وقال له ان هم فعلا كده اتاكدوا ان هو قريبه وان هم عملوا اجتماع عاجل عشان الموضوع بتاعه، وعزوه بوفاه قريبه وقالوا له عشان ياخد الفلوس لازم يجيب جواب من المحكمه وكمان تفويض عشان يقدر يستلم الفلوس وشويه اجراءات كمان، فممكن يتواصل مع المحامي عشان يسهل له الاجراءات دي، وقالوا له ان هو لازم يطلع الموافقات والاوراق دي من امريكا عشان تتماشى مع قوانين البلد، وبمجرد ما يخلص يبعت لهم الورق وكمان رقم الحساب عشان يحولوا له عليه الفلوس. فراح بعت لمكتب المحاماه على الواتساب، فمكتب المحاماه رد عليه وقال له ان الورق ده عشان يخلص هيتكلف 76,000 دولار، ومكتب المحاماه بعت له رقم الحساب بتاعه وقال له اول ما تحول الفلوس وتبعت لنا اسمك بالكامل هنبدا نجري في الورق بتاعك. فلما صاحبنا بعت لها الكلام ده ردت عليه وقالت له ده المبلغ كبير قوي وان هو مش معاها وان هي خلصت كل الفلوس اللي معاها على اختها اللي بتغسل كلى وشويه صعبانيات بقى، بس قالت له انا ممكن اروح اخد قرض بضمان البيت والعربيه بتاعتي، وبعتهم لمكتب المحاماه، وقالت له يقول لمكتب المحاماه ان المبلغ مش معاه حاليا بس هو هيكلم صديقه ليه في امريكا تبعت لهم الفلوس، وان هو هيبعت لهم صوره ايصال الايداع بمجرد ما هي تعمل الايداع. طبعا هو قعد يقول لها انت ازاي هتدفعي المبلغ ده، ده كبير قوي، وان هو مش عارف يشكرها ازاي، وقال لها احنا ممكن دلوقتي نقعد نرتاح ونفكر في مستقبلنا سوا. قالت له مفيش وقت لده، انا لازم اروح البنك عشان اخد القرض وادفع الفلوس. وبعدها بكام يوم رجعت وقالت له ان هي نجحت في ان هي تاخد قرض ب 76,000 دولار بضمان البيت والعربيه، وان هي كده بقت ضامنه ان الموضوع ينجح بنسبه 100%، وكمان بعتت له الصوره بتاعه الموافقه بتاعه القرض بتاعها، واكدت عليه ان ده لازم يفضل سر ما بينهم، وطلبت منه ان هو يبعت لها اسمه بالكامل عشان تجهز له الخطاب اللي هيبعته لمكتب المحاماه، وراحت عامله له الخطاب وكمان بعتت له صوره الايداع وقالت له ابعتهم لمكتب المحاماه عشان يخلص الورق. المهم بعد ما بعت الحاجه لمكتب المحاماه رجع لها وقال لها ده المكتب اتاخر قوي في الرد. قالت له معلش اصل النهارده الحد اجازه في نيويورك. حد بقى يقول لها انت عارفه مصباح علاء الدين اللي بتدعكيه دوت ويطلع لك عفريت منه، انت احسن منه 100 مره. وقعد يقول لها بقى انا مستحيل اخونك وانا بحبك وكلام كتير من ده. المهم بعديها مكتب المحاماه جهز له الجوابات، فراحت طالبه منه ان هو يبعتها لمدير البنك فورا، وطبعا جهزت له الرساله اللي هيبعتها مع الخطابات لمدير البنك. وبعد كده البنك رد عليه وقال له مبروك انت كده بقيت جاهز ان انت تستلم الفلوس، بس احنا مش هينفع نبعتها لك على حسابك في مصر عشان ده مخالف للتعليمات، بس ممكن نبعتها لك على شركه شحن
وطلبوا منه بيانات علشان شركة الشحن تقدر توصل له الفلوس. طبعا صاحبنا بعت كل البيانات للبنك، والبنك رد عليه وقال له ان هم هيجهزوا الفلوس ويحطوا الفلوس جوه خزنة، ويحطوا الخزنة دي جوه شنطة، وهيسلموها لشركة الشحن على اساس ان هي امتعة خاصة بيه. وقالت له ان البنك ما ينفعش يعرف شركة الشحن ان دي فلوس عشان ده مخالف للتعليمات. والبنك طلب منه ان هو بعد ما يستلم الفلوس يرجع يعرفه عشان يبدا يمسح بيانات محمد يوسف ويقفل حسابه، وبعتوا له بيانات شركه الشحن ورقم الشحنه وكمان رقم الواتساب بتاع الشركه عشان يتواصل معاهم، وصوروا له فيديو للفلوس وهي جوه الخزنه وواحد قاعد يقلب فيها. طبعا صاحبنا بعت لشركه الشحن على الواتساب رقم الشحنه عشان يطمن على الشحنه. شركه الشحن ردت عليه وقالت له ان هم محتاجين عنوان بالتفصيل، ومحتاجين كمان يعرفوا ايه اقرب مطار ليه، وكمان محتاجين جواز السفر بتاعه، وقالوا له ان البنك ما بلغهمش بمحتويات الصندوق وان هو في امان معاهم وان شاء الله يوصل في ميعاده، بس هيحتاجوا منه شويه مصاريف، مصاريف الشحن والتامين على الصندوق. وراحوا بعتين له صوره البوليسه بتاعه الشحن. طبعا صاحبنا راح بعت لها صوره من الكلام ده، فردت عليه وقالت له ان هي مبسوطه قوي وان كده خلاص الصفقه نجحت، وقالت له ابعت فورا البيانات دي لشركه الشحن عشان يبداوا يحولوا لك الفلوس. ولما بعت البيانات دي لشركة الشحن، شركة الشحن ردت عليه وقالت له ان هو لازم يدفع 1820 دولار و44 سنت، دول مصاريف التأمين على الشحن، و1030 دولار و77 سنت دول مصاريف الشحن، وده عشان يقدروا يشحنوا له الصندوق ويسلموه له. شوف يا اخي الاتقان في العمل، حتى الارقام عاملين فيها كسور عشان تبقى محبوكة. المهم طبعا لما بعت لها وقال لها ان شركة الشحن عايزة فلوس، قالت له ان هي زعلانة جدا عشان ما عادش معاها فلوس ومش تقدر تدفع مصاريف الشحن وان هو لازم يدفعها. فلما رد عليها وقال لها انا مش معايا فلوس، قالت له طب انت معاك كام؟ قال لها انا مش معايا ولا جنيه، ده المبلغ ده بالمصري يعمل له حوالي 60,000 جنيه، وانا مرتبي اصلا في الشهر 3,000 جنيه. طبعا قعدت تقول له اتصرف، ده انا رهنت البيت ورهنت العربيه بتاعتي وانت كمان لازم تضحي، واحنا خلاص ما عادش غير خطوه على مستقبلنا وشويه كلام كده. المهم صاحبنا قال لها ده انت نصابه وانا عارف الكلام ده من الاول. بأمرت حتى الفلوس اللي كانت مبعوته لي في الفيديو كان في خزنه فيها دولارات والخزنه الثانيه فيها ين ياباني، وادها يا معلم شتيمه من اللي قلبك يحبها، وقال لها ان هو شاف قبل كده بوست على النت بيحذر الناس منه. قالت له كونك تعمل كده اصلا انت كده مريض نفسي ومحتاج تتعالج، وقعدوا بقى يشتموا في بعض، وهي قعدت تهدده عشان هي معاها بياناته والصور بتاعته. قال لها على مفخلك اركبيه. صاحبنا ده ربنا سترها معاه وما حولش حاجه، بس في ناس كتير للاسف بتقع في الفخ، خصوصا ان الحكايه محبوكه قوي، فيها شركه شحن ومكتب محاماه وبنك. واعمل لايك، ولو بتشوفنا على الفيسبوك اعمل فولو، ولو بتشوفنا على اليوتيوب اعمل سبسكرايب. شكرا لكم جدا.